السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة Complex Analysis. اليوم راح نتكلم عن تعاريف وعن مبرهنات جدا مهمة وعن أيضا أمثلة تنطبق على هذه المبرهنات. ونكمل المحاضرة السابقة. نأخذ تعريف المجموعة المتصلة. المجموعة إيش أقول عليها؟ مجموعة متصلة إذا قدرت أوصل بين أي نقطتين بمسار مضلع الشكل. تتكون من عدد منتهي من المستقيمات متسلسلة الاتصال وجميعها منطقة داخل المجموعة S. نأخذ أمثلة. هذا مثال هاي المجموعة، وهاي المجموعة هي مثال على مجموعة متصلة، أما هذا المثال هو مثال على مجموعة غير متصلة. نأخذ تعريف المسار المنحني أوميجا. أقول عليه هو مسار إذا تكون من عدد منتهي من المنحنيات المتصلة، بحيث ان نقطة ابتداء المنحني اوميجا 1 هو نقطة ابتداء المنحني اوميجا، ونقطة انتهاء المنحني اوميجا 1 اوميجا ان هو نقطة انتهاء المنحني اوميجا، ويكتب بهذا الشكل. اليوم راح نتكلم عن مبرهنة جدا مهمة اللي هي كوشي كورسافيون. طبعا منطوق هاي المبرهنة وبرهنها جدا مهم. لتكون R منطقة في المستوى المعقد Z محاطة بمنحني مغلق بسيط وبالاتجاه الموجب. يعني شنو بالاتجاه الموجب؟ يعني عكس عقارب الساعة. ولتكن الدالة F دالة تحليلية بكل المنطقة R وضمنها المنحني المغلق البسيط أوميجا، وتكون مشتقتها مستمرة بالمنطقة R عندئذ شي يكون تكاملها يساوي لصفر. طبعا برهان البرهان المنطقة هذا جدا مهم، فهم وحفظ. بالمبرهنة 4-14 اللي ذكرناها بالمحاضرة السابقة سكشن 4-14 عرفنا التكامل، البرهنة تكامل الدالة F of Z دي Z يكون بهذا الشكل. بما أن الدالة تحليلية ومشتقتها مستمرة بالمنطقة R، فإن الدالة U و V تمتلك مشتقات جزئية. حسب مبرهنة جرين إن ريال فاكشنز تكامل هذا الجزء رح يكون بهذا الشكل، أما تكامل هذا الجزء رح يكون بهذا الشكل. حسب قاعدة كوشي كورسا اللي عرفناها بالمحاضرات السابقة رح يكون التكامل صفر. شلون؟ يعني مشتقة الدالة U بالنسبة لX تساوي لـ VY ونعوضها، ومشتقة U تساوي لي سالب VX وانا اعوض اليو تساوي لي سالب في اكس، هنا انا اخلي سالب في اكس ايش راح تكون اشارتها؟ موجب، راح يروح هذا الجزء وهذا الجزء راح يكون صفر، وايضا هذا اليو اكس من اعوض البي واي هنا انا راح يروح هذا الجزء راح يكون صفر، هذني جزئين هنا انا راح يكونون صفر، فبالتالي الداله تكاملها راح يكون صفر. اذا حققت مبرهنه كوشي كورسا. هنا مبرهنه كوشي كورسا هكتب بصيغه اخرى، لتكون الدالة F تحليلية بكل المنع داخل وعلى المنحني مغلق بسيط اللي هو أوميجا، وليكن التكامل يساوي لصفر. الآن نأخذ بعض الأمثلة. ليكن المنحني معرف بشكل الدائرة الظاهرة أمامكم، أريد تبرهنولي هاي الدالة تكاملها يساوي لصفر وين؟ بهاي المنطقة. نجي نرسم الدائرة، نجي أرسم الدائرة اللي حدودها واحد، اللي حدودها واحد وسالب واحد، هذا واحد وهاي سالب واحد. اجي ارسم الدائرة هذا الشكل، نجي عالدالة. الدالة هنا شو وقت تكون؟ احنا قلنا مبرهنة كوشي كورسا لازم تكون الدالة تحليلية. الدالة هنا شو وقت ما تكون تحليلية؟ عندما زد تساوي 3. النقطة هنا الدالة ما تكون تحليلية عند النقطة تساوي 3. خلينا نجي على الرسم. 3 وين تقع؟ هنا 2 وهنا 3. 3 هنا وين تقع؟ خارج الدائرة. حسب مبرهنة كوشي كورسا اذا التكامل ايش راح يكون؟ يساوي لصفر. ليش؟ لان الدالة تحيي بكل كل هاي الدائرة ما عدا النقطة تساوي 3، و3 وين تقع؟ خارج الدائرة، مثل ما وضحناه بالرسم هسه. 3 تقع خارج الدائرة، وبالتالي تحقق
شروط مبرهنة كوشي كورسا. لو هاي النقطة هنا تقع داخل الدائرة فما راح تتحقق مبرهنة كوشي كورسا، وبالتالي التكامل ما راح يساوي لصفر. طبعا هذا التكامل ينحل بطريقة أخرى، هو باستخدام الإحداثيات القطبية. هنا الإحداثيات القطبية اللي هي Z تساوي لـ R exponential I theta. الـ R إيش قد قيمتها؟ 1، والثيتا من الصفر للتو باي. اجي اعوض بمكان كل زد تساوي لي اكسبونينشال اي ثيتا. هنا الزد هنا تربيع، يعني راح تصير اكسبونينشال 2 اي ثيتا، وهنا الزد ايش راح تساوي لي؟ اكسبونينشال اي ثيتا ناقصا 3. في دي زد للتكامل بمكان مشتقه الاكسبونينشال اي ثيتا، هنا شنو هي؟ راح تكون اي اكسبونينشال اي ثيتا، راح يكون بهذا الشكل. يعني هسه اكسبونينشال 2 اي ثيتا في اكسبونينشال اي ثيتا راح تصير اكسبونينشال 3 اي ثيتا في اي دي ثيتا على اي اكسبونينشال اي ثيتا ناقصا 3. شلون حصلت هذا الناتج؟ اجي احله بالقسمه الطويله. هسه انا حتى لازم هنا ايش اسوي؟ اضرب اكسبونينشال 2 اي ثيتا 2 اي ثيتا بهاي الداله. يعني ايش راح يصير عندي الناتج؟ راح يكون اكسبونينشال 2 اي ثيتا في اكسبونينشال اي ثيتا، ايش راح يكون الناتج؟ اكسبونينشال اي 3 اي ثيتا ناقص اكسبونينشال 2 ثيتا 2 اي ثيتا في سالب 3 راح يكون ناقصا 3 اكسبونينشال 2 اي ثيتا. هسه يعني هنا حسب القسمة الطويلة هنا أغير الإشارة، راح يروح هذا وي هذا الجزء، يعني اكسبونينشال 3 اي ثيتا ناقصا اكسبونينشال 3 اي ثيتا راح يكون صفر. نشوف هنا راح يصير صفر زائد، يعني أغير إشاراتهم، هذا يصير سالب وهذا يصير موجب، زائد 3 اكسبونينشال 2 اي ثيتا. هسه اعيد مره ثانيه، اخذت اكسبونينشال 2 اي حليتها بالقسمه الطويله، اضرب اكسبونينشال 2 اي ثيتا في اكسبونينشال اي ثيتا حصل اكسبونينشال 3 اي ثيتا ناقصا اكسبونينشال 2 اي ثيتا في 3 راح تصير 3 اكسبونينشال 2 اي ثيتا. فيجي هنا بالقسمه الطويله اغير الاشارات، راح تصير هاي سالبه راح يروح هذا الجزء وهذا الجزء، وهذا ايش راح تكون ايضا اشارته موجبه. هسه هنا بعد شو احتاج حتى اسوي هاي 3 اكسبونينشال 2 اي ثيتا؟ ايش اسوي؟ اكتب زائد 3 اكسبونينشال اي ثيتا. فثلاثة اكسبونينشال اي ثيتا في اكسبونينشال اي ثيتا ايش راح تكون؟ راح تكون زائد ثلاثة اكسبونينشال اي 2 اي ثيتا. ناقص 9 3 اكسبونينشال اي ثيتا في سالب 3 راح تكون ناقص 9 اكسبونينشال اي ثيتا.
هسه اجي ايضا اغير اشارته، راح تكون هذا اشارته سالب وهذا ايش راح تكون اشارته موجبه، هذا الجزء راح يروح لهذا الجزء، ايش راح يبقى لي؟ راح يبقى لي 9 اكسبونينشال، راح يبقى لي هذا الجزء 9 اكسبونينشال، 9 اكسبونينشال اي ثيتا. ليش؟ من حس مثل ما قلنا نغير هذا اشارته راح يروح، وهذا راح يصير اشارته موجبه راح يبقى 9 اكسبونينشال اي ثيتا. فهسه النتيجه النهائيه ايش طلعت لي؟ اكسبونينشال 2 اي ثيتا زائد 3 اكسبونينشال اي ثيتا زائد 9 اكسبونينشال اي ثيتا على اي ثيتا ناقصا 3 في اي دي ثيتا. اكامل تكامل اعتيادي واعوض بحدود التكامل واحصل على النتيجه تساوي للصفر. هسه نجي على المثال اللي بعده. ليكن اوميجا هو مربع وبالاتجاه الموجب، قلنا يعني شنو؟ عكس عقارب الساعه، والذي رؤوسه الاي والبي والسي والدي والاي، وتكاش اريد اوجد تكامل الداله دي زد على زد. الداله هنا تكون تحليليه بكل النقاط ما عدا النقطه تساوي لصفر، تكون الداله عندها غير تحليليه. فهنا أنا ما اقدر اطبق مبرهنه كوشي كورسالي. ليش؟ لانه الصفر تقع داخل المربع. احنا قلنا الداله تحليليه اذا النقطه الشاذه وقعت داخل المنطقه اللي انا اشتغل عليها، فما اقدر اطبق مبرهنه كوشي كورسالي. فعليه انا راح احل بغير شكل، راح احل اجزئ التكامل على المسار اللي انا اشتغل عليه. احنا قلنا نشتغل على المربع لرؤوس A و B و D و E وبالاتجاه الموجب. شوفوا شلون عكس عقارب الساعة دا اتحرك. هسه اشوف شلون انا راح احل، راح اجي اعوض مكان كل زد هي عبارة عن X زائدا I Y. هسه اجي اول شيء على اول مسار اللي هو من 1 الى 1 سالب 1 الى سالب 1 1. هنا اكو نقطة جدا مهمة تنتبهون عليها اللي هنا نشوف اللي من 1 بالنسبه لمحور اكس من 1 الى سالب 1 متغير. شلون راح اكتبه؟ راح اكتبه اكس. شلون اجيت كتبت هنا هو عباره عن اكس. وبالنسبه لواي من 1 الى 1 ثابته ايش راح اعوضها؟ واي. فالاي في الواي اللي قيمتها 1 راح تكون اي، فراح تكون الزت عندي هي اكس زائد اي. وحدود التكامل طبعا راح تكون بالنسبة لإكس اللي هي من 1 إلى سالب 1. أما مشتقة الدي زد إيش راح تكون هي؟ مو قلنا مكان كل زد إكس زائدا أي واي، الواي قلنا 1 والإكس أجي أشتقها، مشتقة الإكس راح تكون دي إكس، مشتقة الأي اللي هي ثابتة راح تكون صفر، فراح يكون بهذا الشكل. تكاملة راح يكون لوغارتم إكس زائدا أي زائدا أي وعوض بعدين بحدود التكامل. طبعا هذا ذكرناه بالمحاضرات السابقه شلون نحسب اللوغاريتم. هسه نجي على المسار الاخر اللي هو من البي للاي حسب المربع اللي انا بدي اشتغل عليه. نباوع النقطه بي واي، شنو هو الشيء الثابت عندي بي؟ اللي هو اكس، فاعوض مكان كل اكس هي سالب 1. والمتغير عندي بالنقطه بي واي، المتغير عندي هو الواي من 1 السالب 1، واجي اعوض بحدود التكامل. طبعا هنا انا اجي اشتقها بالنسبة لاشتق الدي زد، مشتقة الثابت صفر، مشتقة الواي يجي واي، راح تكون بهذا الشكل. شلون انكتب بهذا الشكل؟ هسه تشوفون الاي تنزل جوا ايش راح تكون اشارتها؟ سالب. فالسالب اي في السالب راح تكون اي، سالب اي في اي راح تكون سالب اي تربيع، قيمة الاي تربيع هي سالب 1، فسالب 1 في سالب 1 راح تكون 1، وبالتالي راح تكون اشارته موجبة زائد واي، وعوض وكامل وعوض بحدود التكامل، وبقية التكامل المسارات ايضا نفس الشيء. فالتكامل ايش راح يكون؟ النهائي راح يكون اجمع هاي المسارات كلها. هذا اي 3 وهذا اي 4 بنفس الشكل، والتكامل يكون اي زائد اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 زائد اي 4، يعني تجمع التكاملات اللي حصلتها بالاخير. الان راح نتكلم عن مبرهنه
كوشي كورسا في منطقة متعددة الاتصال. طبعا هاي المبرهنة كوشي كورسا بشكل عام، لتكون أوميجا هو منحني مغلق بسيط، وليكن أوميجا كي والكي من واحد إلى N هو منحنيات مغلقة بسيطة وتكون منفصلة عن بعضها، وجميعها وين تقع؟ داخل المنحني أوميجا. ولتكن R منطقة تتكون من كل النقاط الواقعة داخل المنحني أوميجا وخارج المنحنيات أوميجا كي والكي من الواحد إلى N. وليكن B هو محيط المنطقة R المحدد، يعني نحدد به المحيط المنطقة R، وليكن بالاتجاه الموجب، وتكون دالة تحليلية في المنحني داخل المنحني أوميجا. فعند إذن تكامل دالة على المنطقة دي فرح تكون مساوية للصفر. راح نشرح على الرسم. ليكن L1، ندخل مسار مضلع الشكل اللي هو L1، يربط المنحني أوميجا بأوميجا 1 بالمنحني أوميجا 1، وندخل مسار مضلع الشكل آخر اللي هو R2 يربط المنحني أوميجا 1 بأوميجا 2، وإلى أن نستمر بإدخال هاي المسارات التوصيلية. فشرح كل ما نستمر بإدخال هاي المسارات التوصيلية راح شي يكون لي، راح يكون لي منحنيين مغلقين اللي هم B1 وB2. منين يتكون B1؟ هنرجع على الرسم. B1 يتكون من جزء من المنحني، يتكون من جزء من المنحني أوميجا ثم المسار L1 ثم جزء من المنحني أوميجا 1 ثم المسار L2 وهكذا. ويكون أيضا هذا شو نقول عنه، ويكون هذا اتجاه هذا المسار بالاتجاه الموجب. أما B2 فيتكون من الجزء المتبقي، نرجع على الرسم نوضحه أكثر. أما B2 يتكون من الجزء المتبقي من المنحني أوميجا ثم سالب L1 ثم الجزء المتبقي من المنحني أوميجا 1 ثم سالب L2، أيضا يكون بالاتجاه الموجب. هسه حسب مبرهنة كوشي كورسا على الدالة التحليلية فإنها راح تكون منطقتين، راح تكون منطقتين هما B1 وB2، راح تكون منطقة بين المنحنيين المغلق المسارين المغلقين B1 وB2 بحيث تكامل الB1 للدالة تكامل الدالة F على المنطقة B1 تساوي صفر، وتكامل الدالة F على المنطقة B2 تساوي للصفر. فتكامل B هو عبارة عن تكامل الدالة F على المنطقة B1 زائدا تكامل الدالة F على المنطقة B2، بالتالي رح يكون التكامل مال الدالة F على المنطقة B يساوي للصفر. الآن رح أتكلم عن الدالة عن النتيجة اللي تقول إذا كانت الدالة F تحليلية بالمنطقة بداخل المنطقة R ومحاطة بمنحني مغلق بسيط، منحنيات مغلقة بسيطة اللي هي أوميجا 1 إلى أوميجا N، فهي وتمتلك نفس الاتجاه وتقع داخل المنحني أوميجا ومنفصلة عن بعضها، رح يكون تكاملها بهذا الشكل. نأخذ مثال اللي هو جد تكامل الدالة زد ناقصا واحد، دالة واحد على زد ناقصا واحد الكل تربيع في زد تربيع زائدا أربعة، اللي تتكون من منطقة مالتي راح أشتغل عليها اللي هي مطلق زد تساوي لي خمسة، والمنطقة الثانية اللي هي مطلق زد تساوي لي ثلاثة، وتكون اتجاه مالتهم تترك المنطقة داخلها إلى بيناتهم إلى جهة اليسار. أوضح هذا أكثر بالرسم. هنا هاي هنا تكون الدائرة، أجي أوضح هنا أكثر بالرسم. هاي ثلاثة عندي منطقتين بدي أشتغل عليها، هاي حدود الدائرة مطلق زد تساوي لي سالب ثلاثة، هاي تساوي لي خمسة، الدائرة الثانية بدي أشتغل عليها خمسة،
هاي المنطقة بدي اشتغل عليها اوضحها اكثر بالدائرة، ارسم الدائرة. احنا قلنا بالاتجاه الموجب تكون عكس عقارب الساعة، وهاي الاتجاه يكون عكس اتجاه المنحنى الخارجي. هاي المنطقة اللي انا بدي اشتغل عليها، هنا المنطقة. هاي المنطقة المحددة بالدائرة اللي انا اشتغل عليها. هسه ارجع للدالة، النقاط الدالة هنا تكون يعني دالة غير تحليلية، عند النقطة واحد وعند النقطة موجب سالب اثنين اي، اجي احددهم هنا. هنا واحد تكون الدالة، هنا نقطة واحد، اما اثنين هنا سالب اثنين اي. النقاط الشاذة وين راح تكون النقطة الاخرى؟ هنا اثنين وهنا سالب اثنين، لان سالب اثنين اي موجب اثنين اي، وسالب اثنين اي وين تكون؟ على محور واي. اما واحد فراح تكون على محور اكس. هاي النقاط وين واقعة؟ خارج المنطقة اللي انا دي اشتغل عليها المحددة، وبالتالي فتنطبق مبرهنة كوشي كورسا، والتكامل راح يكون يساوي للصفر. يعني اذا كانت النقطة، لو هاي النقطة مثلا هي مو واحد، مثلا ثلاثة ونص تكون النقطة هنا واقعة، مثلا هنا مو ثلاثة وهنا خمسة، نحكي هنا اوضح اكثر بالرسم. لو هنا النقطة، هاي النقاط اللي تخص الدالة اللي انا بدي اشتغل عليها واقعة داخل المنطقة هنا، فما راح تنطبق مبرهنة كوشي كورسا، لان ما راح تكون الدالة تحليلية، وبالتالي ما اقدر اقول التكامل يساوي للصفر. اذا ما انطبقت مبرهنة كوشي كورسا ما اقدر اقول التكامل يساوي للصفر، ضروري تكون الدالة تحليلية. النقاط هنا الشاذة وقعت خارج الدائرة، مو وقعت داخل المنطقة، من 3 إلى 5، لهذا انطبقت عندي مبرهنة كوشي كورسا. نجي على التمارين، هاي التمارين جدا مهمة ومطلوبة، طبعا تكملوها وتنزلوها على الكلاس روم. أتمنى استفادتوا من المحاضرة، وأي سؤال موجودة بالكلاس روم. شكرا.